بكم متابعي انفاسيفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. اللقاء ديالنا اليوم غنتناولوا فيه احد المشاكل اللي كتواجه حراس السيارات. هذا القطاع ديال حراسة السيارات كيعرف مجموعه من المشاكل وكيعيش مشاكل كثيره. فاليوم غنسلطوا الضوء على مشكل تجديد الرخص اللي كيعاني منه حراس السيارات. ومعنا باش نناقشوا هذا المشكل هذا سي حسين معنان بصفته كاتب الجمعيه المغربيه الكرامه لحراس السيارات. اهلا بك سي حسين. السلام عليكم. ندويو دابا على المشكل اللي مطروح في الاونه الاخيره هذه. أيه. دابا اللي كتعانيو منه في الان. اللي كنعاني منه هو انعدام الرخص بالنسبه تجديد الرخص بالنسبه للحراس السيارات على عده اعتبارات. انا ما يمكنش لي نخدم في واحد المكان اللي هو بواحد الترخيص اللي هو ماخوذ من مقاطعه النموذج، لان كنعيش في مقاطعه المعارف، ما يمكنش لي نخدم وما عنديش رخصه. اي تجديد، انا عندي رخصه قديمه ولكن بغيت نجدد هذا الرخصه هذه. فملي كنجي كنطالب بتجديد ديال هذا الرخص كنلقى انه راه كاين واحد الصعوبات، وانه يحيلونني على مجلس المدينه، وطبعا مجلس المدينه يحيلون على جهات اللي هي كنعتبرها هي المديريه العامه للجامعات الترابيه، هاد التابعه لوزاره الداخليه، على اعتبار ان هاد المؤسسه هي القناه او الجهات الرسميه التي تمنع نعم التاشير على ترخيص للغارديانات، نظرا للاعتبارات اللي غادي نتكلموا عليها من بعد ان شاء الله. وشنو المبررات اللي تعطاتكم ملي ما بغاوش يجدوا لكم الرخص؟ طبعا من خلال اللقاءات اللي كانت ديال جمعيه الكرامه وفي اطار النشاط النقابي كذلك، هو انه كان هناك اتصالات مع النائب العمده ديال المجلس المدينه السي نصر حسين نصر الله، وانه كانت حوارات على اساس قدمنا واحد الطلبات لتجديد الرخص وملف لرؤيه حول المستقبليه وعمليه واقتراحيه على اساس انه باش ننظموا هذا القطاع. فكيعطيونا المبرر هو انه تيقول لك اننا خصنا ندير واحد الاحصائيه لمجموعه المناطق اللي غتكون خاضعه لشركه التنميه المحليه الصابو بين قوسين. فبالتالي انه ملي كنجيو حنايا كنطرحوا سؤال لماذا لم يتم اشراك الجمعيات المهنيه كالكا نموذج كرامه او سائر المجموعات اللي هي خدامه في هذا الاطار القانوني الجمعوي، ما كنلقاوش شي جواب. ملي كيكون هناك واحد اللقاءات على مستوى المؤسسه ديال مجلس مدينه او المديريه العامه للجامعه الترابيه اللي عقدات في 11 مارس واحد اللقاء حول المواقف السيارات، فلم يشرك لم يؤذن لنا ان نحضر الى هذا المنتدى، مع العلم اننا عنصر فاعل وعنصر ضروري لوضع الطلب ووضع كذلك واحد البرنامج عملي لهيكلة هذا النظام، وبالتالي لإيصال لرؤيتنا كجمعيات مدنية ومقترحاتنا إلى هذه الجهات. مع الأسف أنه لم يكن مبررات، وهي مبررات أنه تدخل في إطار أن هناك عناصر تستفز هذه الجمعيات من أجل أن تستحوذ على هذا القطاع الاقتصادي، باعتبار ان هذا القطاع اصبح قطاعا مدرا للدخل، وبالتالي فهناك الجهات لها مصلحه، كما قال لنا احد المستشارين، وهو قال ان بهذه العباره انه فيها ميمي، وانه ميمي طبعا راه هو يجب ان يهيكل ويقنن وفق الرؤيه ديال هذه المؤسسات التي تريد ان تقبر الغارديان او حراس السيارات، وبالتالي انه دفعهم الى مزبله النسيان. دابا الى سارت الجهات المعنيه على هذا النهج، فبالتالي غيكون مجموعه من الناس اللي غيضروا من هذا النهج اللي غتسلك. نعم، هناك متضرر، المتضرر الاول هو هذا الحارس، هذا الحارس اللي كان عنده واحد البلاصه ديالو اللي كيسترزق منها الله سبحانه وتعالى، وان عنده اسر وراه اولاد وراه مسؤوليات وراه اشياء كثيره. بالله عليك حينما ننتزع هذه الخصوصيه او هذا الرزق من عند من هذا الغارديان، فبالتالي واش
باش هاد السيد فين غيمشي مثلا. وباش نوضحوا للمشاهدين ان هاد ملي كندويو على الانتزاع وهذا واحد نعم المكان اللي معطي لهاد الناس نعم. باش يزاولوا فيه هاد المهنه بموجب واحد الظاهر شريف. نعم فعلا هاد الرخصه كما يعلم الجميع وباش نقربوا للراي العام هو انه هذه الرخصه المخوله لهاد الحارس السيارات فهي اعطيت عبر ظهير شريف ملكي. وان الفصل ديال 71 من الدستور المغربي ينص على عدم نزع هذه الملكيات او الملكيات الغير الا باذن المحكمه. فبالتالي ان الشركه ديال الصابو مع الاسف الشديد اللي هي تصدرات فيها مجموعه من الاحكام على الصعيد الوطني هو انه هذه الشركه لم تحترم هذا الغارديان وبالتالي انه تريد ان تنزع هذا تنزع منه هذه الرخصه عبر بعض القنوات نعم لا هي تريد ان تنزع من هذا بشكل غير قانوني ما دامت ان هي شركه مجهوله وليست لها علاقه بال وي ولكن باش نوضحوا للمشاهدين ان هذه الرخص هذه مادامكم باقي ما خديتوهاش فبالتالي الناس اللي كاين بعض الناس اللي كتقترح ان يتم التعويض ديالها بالصابو وانتم ضد هذه الفكره نعم طبعا كما يعلم الجميع هو انه بالتالي ان المديريه العامه للجماعات الترابيه ومن وراها وانهم شكلوا مجموعه من الضغوطات على هذا القطاع المهني ديال حراس السيارات من خلال اول حاجه هو انه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى انه ملي كنشوفوا مثلا واحد الجيش ديال جرار ديال واحد المنتقدين عبر نعم التواصل الاجتماعي هو انهم ينتقدون السلوكيات بعض الغارديانا ويستغلونها في توجيه انتقاد لاذع وانهم يوجهون رسائل الى او شكايات الى مجلس مدينه او الى جهات اخرى من اجل الضغط على هؤلاء لكي ينتزعوا هذه الرخص ولا بالتالي انه ما يكونش واحد جديد ديال فهذا ثاني انه كذلك هو انه هذا الغارديان هو انه يتعرض لاهانات من طرف الامن على اعتبار انه ملي كتكون هناك واحد سوء تفاهم بين الغارديان وما بين واحد صاحب سياره او كذا فبالتالي انه يعطى لذلك صاحب سياره مع العلم ان ذلك الغارديان عنده قانون ديالو عنده رخصه ديالو انه كذا ويتم استغلال ان كاين البعض ديال لي غارديان هما كيديروا بعض التصرفات اللي خلات السمعه ديال لي غارديان نعم نحن لا ننكر انه فين ما مشينا في الحياه ديالنا نجد ان هناك الصالح وهناك الطالح هنا نموذج هو هذا الغارديان لكن هناك فعلا هناك واحد الناس لا حاله استثنائيه لكن العام هو انه ناس عندهم مسؤوليات عندهم اسر يريدون ان يحترموا اي انسان يحضر الى المكان ديال الاشتغال وانهم يتعاملون معه بواحد الهدوء وواحد بما يليق فغير المشكله اللي كاينه هو انه لا يمكن ان نعتبر هؤلاء هذه الحالات الاستثنائيه ديال الغارديانا هما المبدا العام وبالتالي نريد ان نهاجم ونقضي على ذوك وفضل اسباب ديال الارزاق ديالنا وفضل الغياب درتو قلتو بان درتو تناقشتو مع الجهات اللي مخول لها تعطيكم الرخص نعم وحتى لحد الان ما وصلتوش معها لشي نتيجه مرضيه فشنو كتقترحوا نتوما؟ واحد كذلك واحد الملاحظه هو ان المشكل ديال الغارديان اللي اشتغلنا فيه احنا كنشطاء وكفاعلين جمعويين وكنقابيين هو انه استنتجنا على اساس انه هذا المنتخب اللي صوت عليه الشعب المغربي ما عندوش واحد الصلاحيات انه يقرر في التدبير ديال الشؤون المحليه على اعتبار نموذج هذا الرخص الترخيص لم يخول له ولم يؤشر له لعده اعتبارات باش نحاول نوصل هو انه كانت هناك واحد عندنا كما قلتي اشنو اللي باش نوصلوا عندنا قناه او موقع ديال صوت الغارديان هذا صوت الغارديان هو كيحاول ياخذ مع المعلومات
من الجهات عبر الصحف الوطنية، عبر بعض البلاغات، عبر بعض المهم الاجتهادات ديال مجموعة ديال المتدخلين في هذا القطاع، وعلى أساس أنه لقينا بأن راه ماتت الرسالة التي توصل هذا صوت الغارديان، أحالت أنه بعض المجموعة من منتخبين على مجلس المدينة، بحال تكلمت على جريدة العالم، تكلمت الصباح، كذلك مجموعة من الجرائد، أنهم لو ينتقدون هذه الشركة، شركة التنمية المحلية التي أصبحت بحال واحد الغول تتحكم في كل شيء، وأن ذلك المنتخب اللي هو اللي خصو يؤدي الدور ديالو ديال التأطير والتوجيه، وأنه يكون في الواقف إلى جانب الذين انتخبوا عليه، فطبعا كيبقى أنه وهذه إكراهات. رجعوا الاقتراحات، شنو الاقتراحات ديالكم؟ الاقتراحات ديالنا هو أنه راه طبعا من خلال الملفات ديال والبرامج ديال الجمعيه الكرامه، وعلى اساس انه لانه كنا اعطينا واحد مجموعه ديال الاقتراحات، ولكنها مع الاسف الشديد انها وجدت يد ميته لا تحركها، وانه لو وجدت يدا حيه وبصيره وكذلك اناس يهمهم الاشتغال بواحد الشكل ايجابي بواحد الشكل لمنفعه هذا القضاء على هذه المشكله، فبالطبع اننا راه غادي نوصلوا بهذا القطاع يكون مهيكل ومؤمن. تقدر تشارك المشاهدين يعني هذه الاقتراحات؟ نعم تقدر تشارك. نعم مثلا انا من بين ان اول من الناحيه الهيكليه ديال اول حاجه هو انه خدينا مجموعه ديال الغارديان اللي هما الحمد لله كانت عندهم واحد مجموعه ديال المواصفات الايجابيه، انهم يشتغلوا في اطار جمعيات اللي هي مدنيه مهنيه، وانه يحدد لها واحد المجموعه ديال اللقاءات تأطيريه وتكوينيه، وبالتالي انهم كيف التعامل مع الكليان كنقولوا حنا اصحاب السيارات، وكذلك من خلال بعض البرامج العمليه اللي كتعطى المؤسسات ديالها ورئيس مقاطعه المعارف ولا المجلس المدينه ولا الجهات ديال العمالات والجهات الاخرى، فيها رؤيه للعمل ديال هاد حراس السيارات وفق نظام مؤلف. مثلا من ناحيه اللباس الموحد، اي انه هناك لباس ما يبقاش هذاك الجيري كما كنقولوا حنا الصفر وكذا والانتقادات اللي توجد، لا، بمعنى انه هذاك الغارديان عنده واحد لباس وعنده واحد الباجه ديالو فيها كاع المعلومات، فيها الاسم ديالو، فيها هذيك الرخصه العدد، وفيها الموقع ديال هذيك الرخصه في كاينه، والجهات اللي هي مثلا التراب اللي كينتمي ليه كمقاطعه المعارف كنموذج، ف بالتالي اننا نحن نمد واحد اليد ديال التعاون مع الجهات. وانا من هذا المنبر اوجه رسائل الى السيد رئيس مقاطعه المعارف ان يفتح الباب للحوار ولفتح قنوات ديال التواصل مع هذه الفئات، لان تهميشها ليس في مصلحه مقاطعه المعارف، لان هناك مشاكل كثيره غادي تعانيها الساكنه من هذا القطاع ديال التواصل ما بين المقاطعة المعارف وما بين الساكنة ديال على اعتبار عدة اعتبارات. فإذا كان واحد التواصل، ونحن لغة التواصل حنا كنآمنوا به، غيتحلوا المشاكل فعلا. نعم. فإذا كان تواصل بين الجهات المعنية غيتحل هاد المشاكل فعلا، لأنه إمتى كيكون التواصل؟ إذا كنت أنت عندك واحد الهم ديال انك باش تعالج هذا المشكل ديال، واذا كان غيتعالج هذا المشكل فهو يتعالج من جميع الاجزاء ديالو، ما يمكنش ليا انني نحاول ناخذ قرارات بشكل فردي، لا يجب اشراك الجهات، وخصوصا اذا كانت هذه الجهات جمعيات مدنيه مهنيه تشتغل بواحد الشكل ايجابي، فلماذا لا نعطي الجهات واحد الفرصه على اساس انه باش نحاولوا ننظموا ونهيكلوا. مثلا انا كنقول بان ملي كنكون انا جيب واحد لباس وجيب واحد وانه مكون هذا الغارديان يعني غادي تقنن المهنه وغادي كل واحد يعرف ليه يعرف ليه، وانه حتى ذاك السيد اللي كيحط السياره ديالو راه كيعرف انه امام واحد الشخصيه
اللي معروفه وانه ناس اللي هو منضبط وانسان ما يمكنش لانهم امام مجهول واحد داير، لان كما قلتي بانه كاين نعم هناك مشاكل، ولكن يجب ان نعالج هذه المشاكل في اطار المقاربه التشاركيه اللي كتسمح لنا اننا نكونوا فعلا وحده كمواطنين. انا لسنا علاش هذا الكارديان هذا واش هو انسان جا من قبل؟ لا، هو انسان مواطن نظرا لواحد المشاكل التي كان يعيشها المجتمع المغربي. فهناك كذلك البطاله، هناك الفقر، هناك المشاكل. نعم، فكيف يمكن ان نتمنوا ان هذا الصوت ديالكم يوصل للجهات المعنيه ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل ان صوت ديال حراس السيارات انهم وصلت للجهات اللي مسؤوله ويتم مدهم بالرخص او لا يوجدوا معاهم واحد الحلول اللي تكون مرضيه للطرفين. فهذا هو لقائنا اليوم مشاهدينا، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.